الشيخ العصيمي حفظه الله بإسنادكم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. نعم، قال حفظه الله تعالى: فإن معرفة معاني كلام الله، لاحظوا، فإن معرفة معاني كلام الله تعالى والإشراف على مكنون هداه، هدى ماذا؟ هدى هداية القرآن الكريم، لأن كلام الله عز وجل هو القرآن، وطبعا هداية القرآن فهي عامة للخلق أجمعين. الهداية هدايتان: هداية عامة للخلق أجمعين، وهداية خاصة للمؤمنين. الهداية العامة وهي هداية إقامة الحجة للناس أجمعين، يعني للمسلمين والكافرين، هذه الهداية هي هداية إقامة الحجة حتى تنقطع حججهم. يعني هذا ماذا نستفيد منها؟ نستفيد أن الإنسان إذا حقيقة يريد أن يتمكن من الدين ويريد أن يتمكن ويتحصن من تلويث المبتلين، فيجب عليه أن يتعلم كلام رب العالمين، فإنه يقطع الحجج الباطلة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما مات رحمه الله تعالى، وما أدرك ما شيخ الإسلام ابن تيمية، رأوا في علوم الدنيا والدين، في آخر حياته قال: ندمت أني لم أفرغ كامل وقتي للتفسير لكلام الله عز وجل. هذا روى فسر، يعني باش تصوروه واش دار، روى فسر سورة نوح، كان يفسرها يجلس بعد الجمعة إلى صلاة العصر كل أسبوع، فجلس في سورة نوح سنة كاملة يفسرها. هذا شخص وعنده تفسير وعنده أشياء وعنده ردود وكذا، ومع ذلك ماذا يقول؟ ندمت أني لم أفرغ كامل وقت القرآن. لذلك ماذا قال؟ فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه، قلنا الهداية هدايتان: هداية للخلق أجمعين، وهي هداية إقامة الحجة، وللمؤمنين هداية بيان المحجة. يعني أن القرآن في الحقيقة هو مرسل للمؤمنين ومرسل للكافرين، مرسل للمؤمنين حتى يقيم عليهم الحجة ويبين لهم الحجة، ومرسل للكافرين حتى يلقمهم حجرا في أفواههم ويقيم عليهم الحجة ويقطع حججهم الباطلة. هذا هو المعنى. فقال: فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه، هذا لماذا؟ قال في الأخير: فبه تحصل النفوس راحتها. لاحظوا، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يحصل راحة النفس فعليه بتفهم كلام الله عز وجل. والثانية: وتحوز القلوب طمأنينتها. يعني أننا احنا لماذا نبحث؟ نبحث على الراحة النفسية وأيضا الطمأنينة القلبية. أفلا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني أن الإنسان بتفهم كلام الله يطمئن قلبه وأيضا ترتاح نفسه. يعني الإنسان إذا يريد أن يرتاح نفسيا فعليه بكلام الله عز وجل، وأراد أن يطمئن قلبه فعليه بكلام الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حفظه الله: ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين، حفظاً لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. نعم، قال رحمه الله تعالى وحفظه: إن قصار مفصله اللطيف، يعني هذه لنا سندرسها هي سورة الفاتحة وقصار مفصل من الضحى إلى آخر المصحف الشريف. إذا القصار مفصل هي من سورة الضحى إلى آخر المصحف. قلنا: ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جميع المسلمين حفظاً، لأن أغلب المسلمين يحفظون هذه الآيات. هذا القصار المفصل
لماذا؟ لقصر آياتها وعذوبة سياقها، لأن أغلب هذه الآيات هذه الصور فهي صور مكية، وامتياز الصور المكية بقصر الآيات قلنا ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم، يعني في الحقيقة مطلوب منا أن نفهمها، وأيضا وجديرة بالتعلم، يعني أن نتعلم المعاني والمباني وتفهم المعاني. لاحظوا الآن التعلم في الحقيقة ما هو؟ هو خطاب الشرع، خطاب الشرع. لذلك خطاب الشرع هذا لماذا ينقسم؟ ينقسم إلى الخطاب الخبري والخطاب الطلبي. الخطاب الخبري ما هي؟ الأخبار، يعني القرآن ماذا فيه، ولا خطاب الشرع كاملا فيه طلب وفيه خبر، فيه أخبار امتثالها يكون بتصديقها، وفيه مطالب امتثالها بالإتيان بالأوامر والانتهاء عن النواهي. لكن تلاحظوا أن المفصل هذا مرده إلى الأخبار. تلاحظوا أن القصة المفصل نقرأ فيهم كل ما فيهمش الأحكام، ما كانش مثلا الحلال والحرام وغيرها، ما كانش فيها طلبات، بل كلها أخبار. ألم ترى كيف فعل ربك في أصحاب الفيل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، كلها ماذا تلاحظون؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كلها تجدونها أنها أخبار. هذه مردها إلى التصديق إثباتا ونفيا. إذا الله عز وجل أعطانا خبر قالنا هذا موجود فصدقوه إثباتا، وهذا الخبر غير موجود فصدقوه نفيا. مثل قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا خبر. ما هو خبر؟ نفيا، أن الله عز وجل حينما توقف الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه ولم يبغضه، هذا ما هو خبر. إذا تلاحظوا أن الأخبار هذه ما ردها إلى المفصل. والآن والثاني اللي هو الطلبي، الطلبي ما رده إلى ماذا؟ إلى سورة البقرة، لأن أغلب الأحكام موجودة في سورة البقرة، أصول أغلب الأحكام موجودة في سورة البقرة. لذلك الإنسان إذا أتقن المفصل فقد أتقن معرفة الأخبار إثباتا ونفيا، وإذا أتقن سورة البقرة فإنه أثبت وأتقن الخطاب الشرعي الطلبي أيضا أمرا ونهيا، لأن الأخبار فيها إثباتا ونفيا، والطلب ماذا فيه؟ أمرا ونهيا. والأمور هذه رأي أصول، رأي الإنسان لو يتقنها يقول له الأمر سهلا جدا. حتى لو يقول له واحد أعرف لي مثلا التقوى، ماذا يقول له؟ التقوى هي امتثال خطاب الشرعي، وجعلك جعل بينك وبين ما تخشاه ولا ما تتقيه ما وقاية. بماذا؟ بامتثال خطاب الشرع، وامتثال خطاب الشرعي يكون بتصديق الأخبار طبعا إثباتا ونفيا، وأيضا تسبيق الطلبيات بالإتيان بالأوامر والانتهاء على النواهي. أيضا حتى هذا يجب أن تدركوا جيدا أن التفسير بماذا يكون؟ بإتقان تفسير المفصل، وهو ينبني على ماذا؟ ينبني على تصديق الأخبار إثباتا ونفيا. أما سورة البقرة فهي تشتمل على الخطاب الشرعي الطلبي، هي الطلب بماذا يكون؟ يا إما بالأمر أو بالنهي. تقول واحد تعالى معناه أنت تطلب مني أن يأتي، تقول له اذهب معناه أنك تقول اترك الجلوس هنا، يعني هذا ترك وذلك أمر، يعني الأمر والنهي. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله: وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة، يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. نعم، في الأخير رحمه حفظه الله تعالى قال: والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. يعني الإنسان دائما يستعين بالله عز وجل، يستعين الله كما استعان الشيخ الله عز وجل في كتابة هذا التفسير، نحن أيضا نستعين الله عز وجل في فهم هذا التفسير، ونستعين الله عز وجل في تقريب هذا التفسير إليكم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: تفسير سورة الفاتحة
عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث هو عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه، كان يصلي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل صلاته، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أدعك؟ فقال له: كنت أصلي. قال له: الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا فإنك تقطع الصلاة وتأتيني. والعلماء قاسوا على هذا أيضا الأبوين، يقولون أن الأبوين إذا رأيت أن يدعوك إلى حاجة فإنك تقطع الصلاة وتذهب له، مش وعيت بيك في التليفون تقول: والله ممكن ربي يحتاج مني حاجة، مترجع لي تقول خلي بعد تون عيأت ونرد عليه ولا غيره. هذا في الصلاة أنه إذا دعاك أبوك فأجبه، ما بالك في أشياء أخرى. ولدي روحت ما سمعتيهش، هو يعيط لك وتدي روحه ما شفتيش وما تلفتيش وبعد تقول راني ما سمعتش، هذا روت يصبح اسم عظيم. ماذا قال؟ قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فقال له: الحمد لله رب العالمين. طبعا هو لا يقصد الآية، لأنه عادة أحيانا تسمى السورة بأول آية فيها، لذلك تلاحظوا اللي عنده الكتاب أننا لم نخرج الآية، يعني أحيانا تجد أخرين مثلا في كتاب يجد هنا يقول الحمد لله رب العالمين ويضع أمامها رقم الآية ويضع الصورة، وهذا من الخطأ، لأنه هو لا يقصد الآية الأولى من سورة الفاتحة. هو لما يقول الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، هو يقصد سورة الفاتحة فسماها بأول سورة أو بأول آية منها، فقال هي السبع المثاني، يعني أن سورة الفاتحة تسمى السبع المثاني، وتسمى السبع المثاني لشيئين. الشيء الأول هي من ناحية المباني، لأنها مثنات، يعني الآية تتلو آية، هي سبع آيات تتلو بعضها بعض، فهي السبع المثاني، السبع الآيات المتلوة مع بعض. ومن ناحية المعاني أنه قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني أنها اسم يتلو اسم، وأسماء الجلال تتلو أسماء الجمال وغير ذلك، وأيضا الخبر يتلوه الإنشاء، يعني أن سورة الفاتحة تجد فيها أخبار وتجد فيها إنشاء، يعني أنها جمل خبرية وجمل إنشائية، لذلك فهي مثنات، الأخبار تقابلها يقابلها الإنشاء، وصفات الجلال تقابلها صفات الجمال، فسميت السبع المثاني. والسبع سميت لأنها فيها سبع آيات. أيضا قال والقرآن العظيم الذي أوتيته، هذا يفسر على أنه القرآن العظيم هو القرآن كاملا، وعلى الصحيح أنه يقصد به سورة الفاتحة. إذن فسورة الفاتحة أيضا تسمى القرآن العظيم، من أسماء سورة الفاتحة اسمها الفاتحة، اسمها الحمد لله رب العالمين، اسمها أيضا السبع المثاني، واسمها القرآن العظيم. نعم، صلى الله عليه. قال حفظه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. يعني أن هذا الحديث هو في صحيح مسلم. لاحظوا أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا يراد بها سورة الفاتحة. ولماذا سميت الفاتحة الصلاة؟ لأنه أعظم شيء في الصلاة هو سورة الفاتحة، مثل ما نقول إن الحج عرفة،
لأنه أعظم ركن في الحج هو عرفة، ليس الحج هو كله عرفة، لأن الحج له أربعة أركان ومنها من الركن منها هو عرفة، لكن أعظمها وهو عرفة. أيضا أعظم شيء في الصلاة وأعظم فرض في الصلاة وهو الفاتحة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألي. يعني أن سورة الفاتحة مقسومة إلى نصفين، نصف لله عز وجل ونصف للعبد، وهذا الشيء للعبد فللعبد ما سأل، فإن الله عز وجل هو الذي سوف يمكنه منه. قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. يعني إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد حمدت الله عز وجل. ما معنى الحمد؟ هو ذكر محاسن المعبود على وجه الحب والتعظيم. إذا تذكروا الأسماء هذه اللي كنا تكلمنا عليها قبل، أن الحمد هو ذكر محاسن المعبود. لماذا؟ لأنه الآن ماذا ذكر؟ أنه رب العالمين، وسوف تأتي بعدها تفسير هذه الأشياء أو سوف يتكلم عليها، لذلك سوف أقفزها. المهم هنا هو حمد الله عز وجل، ثم قال الرحمن الرحيم، أيضا ذكر اسمين آخرين لله عز وجل، فقال تعالى أثنى علي عبدي. ما معنى الثناء؟ الثناء هو ترداد الحمد، تكرار الحمد هو الثناء. ثم قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، أو قال مرة فوضني عبدي. يعني أنه هو الحمد مع التعظيم، الحمد مع التعظيم وتكرار الحمد مع التعظيم، فهو تمجيد وأيضا فهو تفويض إلى الله عز وجل، لأنه قال مالك يوم الدين، لأن الله عز وجل يملك يوم الدين، يوم الدين هذا الذي الإنسان لا يملك حتى ملابسا يلبسها، لأن الناس كلهم عرايا. حتى أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نكون عرايا أمام الناس؟ قال له: كل واحد التي في همه، ما لا واحد متلف الواحد، واحد لا يقصر في واحد، كل واحد التي في روحه. شوف ترى في حكيته وش دار يجرى له. لذا بعدها قال: وإذا قال ملك يوم الدين، بعدها قال: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظوا الأولى ماذا فيها؟ ثلاث آيات. قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. يعني أنه إياك نعبد، العبد يعبد الله عز وجل. قال: وإياك نستعين، أن الإنسان يستعين بالله عز وجل. العبادة من العبد والاستعانة من الله عز وجل. العبد يعبد الله عز وجل ويطلب الاستعانة من الله عز وجل، لذلك قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقد سأل الاستعانة سوف أعينه على ماذا؟ قال: إذا قال إيه، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه رواية مسلم. الآن أنا جبت أيضا رواية الموطأ، قال الإمام مالك في باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. هذه على ماذا تدل؟ حتى نعرف هل سورة بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة أو لا. ماذا قال؟ وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. يعني صلاة غير تامة، طبعا هي صلاة غير تامة للذي يقرأ لوحده. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. تصوروا لي فيها سبع آيات، يعني النصفين مش معناه، يعني ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد وآية بين الله عز وجل والعبد. قال: يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي، هذه الآية الأولى. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي، هذه الثانية. يقول العبد: ملك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي، هذه الثالثة. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي. الآن الله عز وجل له ثلاث آيات ونصف،
العبد له نصف آية، وقال ولعبد ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا الرواية هذه، قال فهؤلاء لعبدي ولعبد ما سأل. لمن ملك ماذا قال؟ قال هؤلاء، هذه تدل على أنهم مجموع، يعني هذه الآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه ماذا؟ هذه هؤلاء ماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي هذا، قال فهؤلاء لعبدي، يعني هذه الآن ما لم يقل فهاتان لعبدي بل قال فهؤلاء لعبدي. ما معناه؟ معناه أن هذه ثلاث آيات، بمعنى ثلاث آيات. لذلك أن الإمام مالك يرى أن اهدنا الصراط المستقيم هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فأصبحت هذه سبع آيات لا تدخل فيها البسملة. إذا البسملة فيه هي آية تبتدأ بها الصور، هي آية لكنها خارجة على الصور. هذا هو كيف يرون أنها، أن الفاتحة هي سبع آيات تبتدئ بالحمد وتنتهي بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنها سبع آيات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللي عندهم الكتاب يلاحظوا أن القرآن مكتوب بورش بالخط المغاربي، يعني الفاء تلقوا فيها فرد نقطة من تحت، والقاف فيها فرد نقطة من الفوق، رانا كتبناه بهذا الخط. نحن في الحقيقة قرأناه برواية حفص صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. نعم. قال قوله سبحانه وتعالى بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة الكتاب هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن، يعني لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني على أساس تقديره أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، ثم تبتدئ تقول الحمد لله رب العالمين، لأن استحضار هذه المعاني معناه أنك تقرأ القرآن. إذا تذكروا أن قلنا بسمي أنها جار ومجرور، جار الجار ما هو؟ رمشه جار ومجرور، يعني الجار هو جار ومجرور، يعني الباء هي حرف جر، وباسمي اسمي هو اسم مجرور، وتقديره هو في، لكن مقدر ما معناها أنه أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكننا نحن نقدم بسم الله تبركا بسم الله عز وجل، فنؤخر الفعل فنقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. نعم. وأحسن الله عليكم. قال حفظه الله: والاسم الأحسن الله عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. نعم. قال والاسم الأحسن، لأن الله عز وجل أسماؤه حسنى، نقول الأسماء الحسنى، والحسن هذه رأي يسمى فيها الصفة الكاشفة. ما معنى الصفة الكاشفة؟ هي أسماء الله عز وجل كلها حسنى، مش هذا من الأسماء الحسنى وتوجد أسماء أخرى ليست حسنى، بل أسماؤه كلها حسنى، والاسم الواحد فقط نقول الاسم الأحسن. لما نتكلم على اسم واحد نقول الاسم الأحسن، يعني الاسم الكريم والاسم الجليل، هذا هو معناه الاسم الأحسن. ماذا قال؟ ما معنى الله؟ هو علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، يعني هو مألوه مستحق للإفراد بالعبادة. لماذا؟ ما موجب أنه يستحق للإفراد بالعبادة؟ لكماله الحاصل وأيضا إحسانه الواصل، لأنه كامل سبحانه وتعالى، وأنه يحسن إلى الخلق. لذلك فإن من جراء كماله الحاصل وخيره وإحسانه الواصل للناس فهو الوحيد الذي يستحق العبادة، حتى أي إحسان وصلك فأصله من الله عز وجل، فكل الذين تراهم أنهم يحسنون إليك ففي الحقيقة هم أسباب وليس مصدر الحسن الحقيقي والإحسان الحقيقي. فلذلك من جراء أن الله عز وجل قد حصل له الكمال
وأيضا فقد وصلنا منه الإحسان، فهو الوحيد الذي يستحق العبادة. والعبادة ما هي؟ قلنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهي عبادة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. الآن هو يفسر اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم، والذي تكلمنا عليها من قبل، الآن مع التكرار سوف تثبت المعلومات. قلنا أنه الرحمن هو اسم دال على الرحمة، والرحيم هو اسم دال على الرحمة، لكن ما الفرق بينهما؟ أن الرحمن هو اسم دال على الرحمة حال تعلقها بذات الله عز وجل، والرحيم هي اسم دال على الرحمة حال تعلقها بالمرحومين، يعني بالمخلوقين عموما وبالمرحومين خصوصا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. نعم. قال: الحمد لله رب العالمين. فالحمد ما هو؟ قلنا هو الإخبار عن محاسن المعمود، عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قلنا الإخبار عن محاسن المحمود دون حب وتعظيم ماذا سميناه؟ هو مدح. المدح هو الإخبار عن محاسن المحمود، يعني الممدوح أحسن، لأنه ليس حمدا، هو الإخبار عن محاسن الممدوح دون حب وتعظيم، يعني أن واحد تقول ذاك ناس ملاح وكذا، وأنت مش لا تحبه ذلك الحب ولا تعظمه ذلك التعظيم، فهذا فقط هو مدح. لكن الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه فهذا يدل على الحمد، فأنت تحمده. يعني في الحقيقة لما واحد يقف في الصلاة ولا يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين، رأنا فرق بين الناس، لأنه تتعدد النيات وتتعدد المعاني. واحد رو يستغرق في معاني الحمد لله رب العالمين، واحد رو يفوت عليها كما تفوت التاكسي على واحد، فوت عليها والله ما على باله، ديجا ورو يحوس رو كالطائر يدور في البراري ويقرأ الحمد لله ويقرأ في الصلاة ورو يحوس رو في الدواوير ورو في الجبال وفي الأخر، هو لا يدري ما يقول. لماذا؟ لأنه يأتي بالألفاظ دون المعاني، وهذا سببه ماذا؟ أنه لا يعرف أصلاً، لأنه حتى لو يقرر أحياناً واحد يقرر أن يقول كلمة مرة ذي باش نخشع في الصلاة، ويبدأ يقرأ الحرف الأول الثاني وبعد يطير، يولي فرق ويبدأ يطير الناس، لأنه لا يحسن أن يتمعن في الكلمات، يقول الحمد لله رب العالمين وما يدريش عليها وش معناها. والحقيقة أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، من محاسن أن الله عز وجل رب العالمين وأنه رحمن رحيم. لما تعرف ما معنى رب العالمين وما معنى الرحمن وما معنى الرحيم فأنت تحمده وتثني عليه. لذلك قال الرحمن الحمد لله، هو الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ثم قال رب العالمين هو اسم إضافي، هذه يسموه في الأسماء المضافة، يعني رب العالمين ولا مالك يوم الدين وغيرها، هذه يسموه فيها الأسماء المضافة، لأنه توجد الأسماء المفردة والأسماء المضافة والأسماء المقابلة، الخافض الرافع هذه يسموه فيها الأسماء المقابلة، ورب العالمين مالك يوم الدين هذه مالك الملك، هذه تسمى الأسماء المضافة. والأسماء المفردة الله الرحمن الرحيم الغفور، هذه كلها أيضا أسماء، هذه أسماء. إذن هذا رب العالمين هو من الأسماء المضافة. قال والرب في كلام العربي هو المالك السيد المصلح للشيء، وقلنا قبل أن معاني الرب هي كثيرة لكنها كلها ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة، المعاني الثلاثة اللي هي أن الله عز وجل لما نقول رب العالمين يعني هو مالك العالمين،
وهو سيد العالمين، وهو أيضا المصلح القائم على العالمين. العالمين ما هو؟ لأن بعض الناس يتبادر إلى ذهن العالمين هما عالمين، عالم الإنس والجن، وهو خطأ، هو جمع عالم. وهو العالم، ماذا نقصد بالعالم؟ العالم هو كل المخلوقات المتجانسة، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الأراضين، عالم الجماد، وهكذا. فهي كلها عوالم، والله عز وجل هو ربها. ما معنى ربها؟ فهو مالكها، فهو سيدها، فهو المصلح لها، القائم عليها سبحانه وتعالى. هذا هو معنى فقط الحمد لله رب العالمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم. ولهذا وصف نفسه بقوله: الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم رحيم يوصل رحمته إليهم. نعم، سبحان الله. لاحظوا هذا المعنى الجديد، أنه قال الحمد لله رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم. يعني أنه لما نحن نستغرق مع معاني الحمد لله رب العالمين، فنقول أننا نذكر محاسن الله سبحانه وتعالى مع حبنا وتعظيمنا له، وهو رب العالمين. فهو الرب رب العالمين، فهي كل العوالم التي تخطر في بالنا والتي لا تخطر في بالنا، فالله عز وجل هو مالكها، وهو سيدها، وهو المصلح لها، القائم عليها. لكن الموجب هذه الربوبية أن الله عز وجل رحيم بنا، فهو رحمن رحيم، لأن الرحمة تنبع منه، فهي صفة له سبحانه وتعالى. يعني فهو رحمن، فالرحمة تتعلق بذاته سبحانه وتعالى، وأيضا فإن رحمته واصلة لكل المرحومين، لكل المخلوقين، بكل بما يحتاج. لأن الرحمة التي تصل للمؤمن ليست نفس الرحمة التي تصل للكافر، وإلا فهم كلهم، فالخلق في حد ذاته رحمة، أن الله عز وجل خلقنا فهو رحمنا بخلقه سبحانه وتعالى. لذلك فالله عز وجل فهو محمود، فهو سيد ومالك ومصلح للعالمين، وأيضا فهو رحمن تتعلق الرحمة بذاته، وأيضا فهو رحيم قد أوصل إلينا الرحمة وإلى جميع المخلوقين والمرحومين سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: وربوبيته عز وجل، ثم أكد ربوبيته بقوله: ملك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كما يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. نعم، قال حفظه الله تعالى بعد ما فسر الحمد لله رب العالمين، فسر الرحمن الرحيم، قال أيضا مالك يوم الدين، فهو تأكيد لربوبيته وشمول ربوبيته. لأن الله عز وجل ماذا قلنا؟ فهو رب العالمين، إذن فهو مالك العالمين ومن العالمين، العوالم الموجودة الآن، والعوالم التي كانت موجودة من قبل، والعوالم التي تأتي في المستقبل. لكنه خص عالم، وهو أنه قال مالك يوم الدين، لأن يوم الدين الوحيد الذي يملك هو الله عز وجل. حتى الملك النسبي غير موجود هنا الآن. تملك بيت، تملك سيارة، تملك أرض، وتقول هذه نتاعي ورثتها على بي، وهذه سيارة نتاعي شريتها نايا، وهذه ملابسي، وهذا حذائي، وهذا كذا. لكن يوم الدين فإنك لا تملك شيئا، لا تملك شيء، والله عز وجل يملك يوم الدين برمته. لذلك فهو يريد أن تستغرق في قضية رب العالمين، فهو في الحقيقة مالك للعالمين السابقة والموجودة واللاحقة. الحمد لله. بعد قلنا يوم الدين ما هو؟ هو يوم القيامة. وقلنا يوم الدين هو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، والحساب هو مقدمته، والجزاء على الأعمال وهي خاتمته أو خاتمته،
وهي نهايته. من أين أتى هذا التفسير؟ لأنه قال سبحانه وتعالى: وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وهذا دليل على أنه يوم كل شيء فيه لله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله قوله تعالى إياك نعبد وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع والمأمور به فيها. امتثال خطاب الشرع والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الآية المقسومة بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده. قال معناها نخصك وحدك بالعبادة، لأنه قال إياك نعبد، فلأنه الأصل هي كيف تأتي نعبد إياك، لكنه قدم إياك على نعبد، فهذا دليل على الاختصاص. فقال نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك سبحانك وتعالى في جميع أمورنا. والعبادة لله عرف بقوله هي تأله القلب له بالحب والخضوع، يعني هو تأله القلب بالحب والخضوع. قال والمأمور به فيها، يعني بماذا نؤمر بالعبادة؟ بامتثال خطاب الشرع، يعني امتثال خطاب الشرع هو العبادة، ولكن بماذا تكون؟ لها ركنين، هو الحب والخضوع، يعني أن تأتي أنك تصدق الأخبار مع حب الله عز وجل وتعظيمه، يعني ما تصدق الأخبار مع حب وتعظيم المخبر، وأيضا يأمرك بشيء فتفعله مع حب وتعظيم الآمر، وتنتهي على الشيء الذي ينهاك عنه مع حب وتعظيم الناهي سبحانه وتعالى. بهذا الشكل فأنت تأتي بالأشياء عبادة. يعني العبادة ما هي؟ هي امتثال خطاب الشرع مع ركني الحب والخضوع. الحب، لماذا قلنا الخضوع ولم نقل الحب مع الذل؟ لأن الذل أحيانا يكون فيه الاستكراه، لكن الخضوع يكون فيه الطواعية، يعني أن تكون ذليلا طائعا لله سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن لما تقوم وتصلي تصليها حبا لله عز وجل وتعظيما لله عز وجل وخاضعا لله عز وجل، لست مكرها، مش تتقعد بالذريع، تتقعد للصلاة بالذريع، تجي تصلي بالذريع وانت كاره في قلبك، أين الحب وأين الخضوع؟ تكون بامتثال خطاب الشرع مع الحب والخضوع. ثم قال بعدها نعم صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله: ثم قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وظلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. نعم. قال حفظه الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، بعد ما أكملت مجدت الله، حمدت الله عز وجل وأثنيت عليه ومجدته، ثم بعد ذلك طلبت أنك أخبرت أنك تخصه وحده بالعبادة، وطلبت منه أن يعينك على كل أمورك، ثم دعوته فقلت اهدنا الصراط المستقيم. والحقيقة الهداية هنا هدايتان، أنت تطلب هدايتين. الهداية الأولى هي هداية الوصول إليه، يعني هداية الوصول إلى الصراط المستقيم. تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنك يهديك إلى أن تصل إلى الصراط المستقيم. الهداية الثانية وهي هداية الثبات، أن تثبت على الصراط المستقيم. لذلك لما تقول اهدنا الصراط المستقيم وتطلب من الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وطبعا أنت لم تقل اهدني، قلت اهدنا، فاستحضر أنك أنت ومن معك، يعني سواء من أهلك، سواء من المصلين الذين معك وغيرهم، من الذاهبين، من الذين ذهبوا، من الذين سيأتوا.
في ماذا؟ في هداية الوصول إلى الصراط المستقيم، وأيضا في هداية الثبات على الصراط المستقيم. وقال هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني أنه ما معناه؟ أنه الناس بالنسبة للصراط ثلاث فرع: طائفة تمشي على الصراط المستقيم سواء في الدنيا والآخرة، وطائفة تميل على الصراط المستقيم مع العلم بذلك، وطائفة تميل على الصراط المستقيم مع الجهل بذلك. ومع ذلك أيضا، وهذه لماذا؟ حتى نعلم أننا نقرب ونبعد على الصراط كما قرب وبعد اليهود والنصارى منه. فالنصارى بعيدين كل البعد على الصراط، لكن جهلا منهم وبجهل، واليهود بعيدين على الصراط مع العلم بذلك. لذلك يقول سفيان بن عيينة: من ترك العلم العمل بالعلم من علمائنا فقد شابه اليهود، ومن ترك من عبادنا ومن عمل من عبادنا بدون علم فقد شابه النصارى. لذلك نختم بهذا الكلام، هذه الفائدة المهمة في سورة الفاتحة، أن الإنسان الذي يعمل بدون علم فهو يشابه شيئا قليلا ولا كثيرا النصارى، والذي لا يعمل وهو يعلم فإنه يشابه كثيرا ولا قليلا اليهود. هذه نطبقها على الصيام، ليعرف أن الصيام واجب عليه ويعرف أحكام الصيام ثم لا يقوم بها فهو يشابه بعض الشبه اليهود، والذي يصوم دون أن يتعلم أحكام الصيام فهو يشابه قليلا النصارى لأنه يعمل بدون علم. لذلك لا مفر لنا من ماذا؟ العلم ثم العمل، يعني يجب علينا أن نعلم ثم نعمل. إذا لم نعلم وعملنا شابهنا النصارى، وإذا علمنا ولم نعلم شابهنا اليهود. ونحن في كل صلاة بل على الأقل 17 مرة نعوذ أن نكون من اليهود وأن نكون من النصارى. ونكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.